العذراء عنده انجازات ذكيه، عنده معرفه وكسب معرفه. وطبعا بتعرفي انه انت هدول المواضيع عم بعطيكي كم قصص، هو الكتاب فيه معلومات كثير كثير وكثير مهمه. الافلاك بتعلن عن سنه مهمه جدا، بتحمل تغييرات ايجابيه وبتجعلك اكثر ثقه بالنفس والمستقبل. فينا نقول هي سنه مستقره اكثر من غيرها، يعني ما فيها مغامرات كثيره، بس على كل حال ما فيها كثير تحديات. ولو كان في بعض الارباكات احيانا شيء طبيعي، بس انت رح تعالجها بطريقه سحريه وغريبه وسريعه عزيزي العذراء مميزه. ما رح تكون مضطر في السنه بنظرتك للامور، رح تكون اكثر موضوعيه، ويمكن تكون عندك تفاؤل بيؤدي الى النجاح اكثر من السنه الماضيه. بتبلش السنه مع اشهر واعده جدا، بتضبط الحركه بالشهرين الاولين، بتسطر نجاح منقطع النظير بين كانون الثاني جانوري يناير وشباط فبروري. وإذا تعقدت الأمور بشهر أذار مارش، فهي بتعلمك درس حتى تتفادى بعدين كل المطبات. نجاحك بيجي بفضل الإصرار بنيسان أبريل. في بهالوقت كتير شيء بيأثر عليك، وأوضاع جديدة بيدعمك جوبيتر، و بيوعدك جوبيتر بالثور بأول 6 أشهر بالنجاح المهني، بيحمل لك أفراح ومفاجآت جميلة. إذن شهر أيار ماي بيكون مفترق طريق بحياتك، رح تعرف تغيير تام. انتبه من بلبلة بحزيران يونيو، ومن شهر آب أغسطس يفسح المجال قدامك لرد حق أو كشف حقيقة بشهر أيلول سبتمبر. في حدث بأول السنة بيفتح أمامك أبواب جديدة لفرص واعدة جدا من أول شهر. عاطفيا فينا نقول أنه السنة مواليد العذراء بيسافروا كتير، وممكن يلتقوا بحبيب خارج محيطهم، أو ببلشوا دراسة في الخارج، وبيبرعوا بعالم الجمال والأزياء والمجوهرات والبورصة والعقارات والسفر وشركات السفر والمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية، كما الشركات الأجنبية. يعني بهالمجالات بيلتقوا الحب، بهالمجالات بيلعب الخارج دور كبير كمان بهالموضوع. بس هي سنة التقلبات مثل ما قلنا. على الصعيد الشخصي أحسن شهر هو تشرين الأول أكتوبر، وفي حدث عائلي بيطرأ ويؤدي إلى مصارحة البعض بأمور كانت مخفية. فينا نقول صحيا بمر العذراء بحالات من الكآبة وحالات من التعب، بعدين بيستعيد عافيته وبيعيش أجواء هائلة من التفاؤل. لازم ما يترك الحزن يأثر عليه بين نيسان أبريل وتموز يوليو. بهالوقت في كوكب فينوس بيأثر طالع دقيق مع برجه، بده ينتبه لمشاكل الصدر الإمعاء والقلب بالنص الثاني من السنة. يعني بشكل عام هي منا سنة استثنائية. لا، سنة إذا بدك روتينية حيادية، ما بتأدي لمشاكل، يمكن ما بتحمل لمواليد العذراء شيء حدث كتير مهم، ولو كان في بعض الأحداث، دائما في أحداث، بس مش سنة مفصلية بحياتهم.